في موضوع الرعايه لفت نظري جملتين في الرعايتين، يعني فكره الكابتن الخطيب لما قال انه الباحث عن الاستثمار النادي الاهلي جاذب للفرص الجاده، يتلاحظ انه احنا بنتكلم على اتصالات مصر وهي شركه اماراتيه، وبنك ابو ظبي ايضا بنك اماراتي، يعني الاهلي جاذب للاستثمارات الخارجيه والعربيه للسوق المصري كمان. يعني حضرتك ده بيدي لحضرتك مؤشر ان قد ايه انت عندك قدره انك توصل العلامات التجاريه الكبيره باسواقها الرئيسيه في كل الدول العربيه، لان ده بيعكس ايضا قدرات النادي الاهلي في الاسواق العربيه. يعني على سبيل المثال زي ما انا قلت النهارده، انت عندك اهم اصل في الاصول اللي انت تمتلكها كنادي اهلي هو جمهورك وحجم الولاء المرتبط بهذا الجمهور ومتابعه النادي الاهلي. على سبيل المثال لو خدنا الشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي وهو قطاع الاتصالات ومركز المره دي على التكنولوجيا، هنلاقي صناعه كره القدم بتحتاج النهارده الى تكنولوجيا. يمكن انتوا كنتوا بتتابعوا مباريات كاس العالم وشفتوا قد ايه ان التكنولوجيا هي بتلعب الدور المحوري دلوقتي في تطوير صناعه كره القدم، وبالتالي النادي الاهلي عنده جمهور كبير جدا على مدار ال 24 ساعه محتاج انه يستخدم طرق تكنولوجيه لان احنا نوصل المحتوى الرقمي الضخم بتاعنا على مدار ال 24 ساعه. عندك جمهور عنده حاله من الشغف الكبير جدا في استهلاك المحتوى الرقمي، ماسك الموبايل بتاعته يتابع اهداف النادي الاهلي، يتابع اخبار النادي الاهلي، يتابع قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، يتابع الافتتاحات الجديده في النادي الاهلي، يتابع الانجازات الرياضيه ال 19 لعبه رياضيه على مدار اليوم. فانت عندك اهم محتوى رقمي يحتاجه اي مواطن بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص في كل الدول العربيه. وبالتالي انك انت النهارده كمان انت ماسك الدول العربيه اللي موجوده في القاره الاسيويه او في القاره الافريقيه، ودي اتنين من اكبر الدول في صناعات ايضا الرياضه بشكل عام وفي كره القدم بشكل خاص. فانت النهارده بتقدم فرص استثماريه في القطاع التكنولوجي لشركة اتصالات مصر باستثمارات ضخمة بحجم استهلاك ضخم بمحتوى رقمي لا يمتلكه أحد غيرك، فده طبعا فرصة استثمارية كبيرة. نيجي على قطاع البنوك، يمكن أنا ذكرتها في بداية المداخلة فعشان ما أكررهاش تاني، دي برضو فرص استثمارية موجودة. عندك استثمارات في بنية تحتية، أنت عندك لسه الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد لسه عندك بنية تحتية بتستثمر فيها أيضا، تستثمر في المبنى الاجتماعي ان شاء الله في العام المالي القادم سوف يتم افتتاحه. تستثمر ايضا في انشاء ملاعب كره قدم في الشيخ زايد، ملعبين كره قدم بمنطقه اماكن انتظار سيارات موجوده ايضا. عندك لسه حمام سباحه ايضا في الشيخ زايد، عندك لسه المسجد في الشيخ زايد، دي كلها استثمارات. عندك على في ايضا في الجزيره عندك حمام التربيه والتعليم اللي احنا اخذناه لصالح اعضاء النادي وتم ترسيته على احد المؤسسات الوطنيه ايضا للبدء في يعني رفع كفاءه الحمام وافتتاحه لاعضاء الجزيره. عندك ايضا في مدينه نصر الجراج والسلم الكهربائي في الجراج، ايضا المنطقه المرتبطه بملاعب الناشئين ومدرج ملاعب الناشئين والغرف ملابس اسفل قطاع الناشئين، ده كلها عندك فرص استثماريه كبيره جدا. ملاعب البدل اللي تم افتتاحها في الجزيره بالامس القريب، ملاعب البدل اللي تم افتتاحها في مدينه نصر ايضا وسيتم افتتاحها ايضا في الشيخ زايد، التجمع المرحله الاولى في فرع القاهره الجديده النادي الاهلي بالقاهره الجديده والتحفه الفنيه التي ابهرت كل من راى الصور. ويمكن دي برضو فرصه ان احنا بندعو الناس، احنا ان شاء الله جميع افراد الجهاز الاداري سوف يكونوا بكل قوتهم وكامل طاقتهم بدايه من يوم السبت القادم موجودين في مقر القاهره الجديده للبدء في التجريب للبنيه التحتيه وتجهيزات استقبال الاعضاء ان شاء الله في استقبال تجريبي من يوم 16/12. دي كلها استثمارات ضخمه، فانت عايز شركاء عندهم فرص لتحقيق ارباح من خلال النادي الاهلي. وانا يمكن هنا بركز على موضوع الأرباح، الأرباح تعني أنه هناك علاقة استثمارية، أنا بحط معاك جنيه ببص على العائد على الاستثمار مع النادي الأهلي، فالنادي الأهلي هو الطريق الآمن للاستثمار.